بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهندسين والمهتمين بشؤون البيوت المحمية، أهلا وسهلا بكم. بإذن الله النهاردة بنتكلم عن الخيار. الخيار شأن الطماطم، بعد ما بخلص في الخيار عندي العقلة دي عقل كلتها. العقلة كانت زيها زي دي ورقة اهي، تمام. الورقة عندي اهي وعندي الثمار طالعة اهي، تمام. الورقة دي بتغذي الثمار دي، تمام. مجموع الورقة دي ومجموع الورق بيغذي الثمار دي. بيغذي امتى؟ لما بتكون الورقة بالشكل الحلو اللي انت شايفه ده. طيب، طالما الورقة أصبحت مسنة وأصبحت دول استووا الاثنين، لو الثمرتين دول استووا أصبح الورقة عديمة الأهمية، وخصوصا لو أصابها مشكل أو أصبحت مسنة زي الورق اللي انت شايفه قدامك دهوت. في الوقت دهوت لازم ندخل بعملية التقليم، تمام. لازم ندخل بعملية التقليم، لازم اخلي البيت من تحت زي بالمنظر اللي انت شايفه ده هو. ليه بخلي البيت من تحت؟ علشان زي ما قلت في الطماطم، هات صورة طبق الاصل ونفذها على هنا، عشان كل المشاكل اللي انت بتشوفها، اعفان اوراق، اعفان سيقان، اعفان سيمار، كل الحاجات ده هي، لو انت فضيت البيت بتاع حضرتك بالطريقة دي تصدقني مش هيحصل عندك اي مشكلة خالص. ليه؟ انا مش عامل حديقة الارمان، انا عايز نمو خضر وعايز ليلة فوق وتحت، لا، انا يهمني المنظر ده بس. شايف المنظر ده؟ انا عايز ده بس. اللي تحت مش عايز انا حاجة من اللي تحت خالص. خلاص اللي تحت، الورقة اللي تحت والعقل اللي تحت جابت الثمار بتاعتها، وشكرا للتحية، يعني ما عادش محتاجين اي حاجة خالص. القصة دي بنحكيها فين؟ بنحكيها في اللي زارع في الأسس، زراعة أسطح، والراجل اللي زارع في البيوت المحمية، تمام. شايف المنظر؟ انا بقطع لحد اقعد اشيل 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 لحد ما اوصل بقى للايه، للحاجة ده هي، ماشي. ابدأ اسيب بداية من التحميل اللي عندي دهوت، ابدأ ايه، ابدأ اسيبه. اللي تحت ليه لازمة؟ لا، ملهوش لازمة. ليه؟ لان الورقة عندي اصبحت عبء على النبات، لان هي كون ان هي اصبحت مسنة، وبالتالي عرضة للامراض ومشاكلها، او مشاكلها اكتر من الفوائد بتاعتها. امال ايه؟ انا الجزئية ديت من النبات طويت الصفحة بتاعتها، ربنا رزقني منها. على فكرة احنا ما شلناش اي حاجة خالص، تقليم اي حاجة خالص ما شلناش، لا جانبي ولا غيره. هتطلع لفوق برضو مش هتشيل حاجة، لا جانبي ولا غير جانبي، هو تسيب النبات شغال نفسه. اصلا ما فيش جانبي في الشتاء قد كده، يعني المشكلة التطور بس بيبقى جامد في الصيف، فبتسيب النبات زي ما هو كده هو، وبتلاقي الدنيا ماشيه معاك ما شاء الله كويسه خالص. هتبدا بقى من هنا لما انت بتنظف النبات لتحت، النبات من فوق بيبقى ما شاء الله لحد القمه حاجه محترمه جدا، وما بيحتاجش منك اي حاجه خالص، وامراضه بتقل ومشاكله بتقل. انا يلزمني ده، اما اللي تحت ده انا ما يلزمنيش في اي حاجه خالص. خلاص هو ادى الدور بتاعه وشكرا على كده، تمام. ابدا اقلم لحد فين؟ ابدا اقلم، قلت لحد اللي هو انتهى ده هو، بشيل ده اهو، ده ما فيهوش حاجه خلاص، ده يتشال، يتساب لي ما يتسابش ولا اي حاجه خالص اهو. بنبدا نشيل كده هو، تمام، ما لهوش لازمه اي حاجه خالص. شايف الارض من تحت عامله خلاص انتهت اهو. خلاص نطلع فوق، لا، نلاقي الدنيا تمام التمام. بص للارض من تحت، اذا لقيتها زي العنب كده مفيش الا السيقان اللي تحت، اعرف انك انت ماشي في النطاق السليم. لو سبتها اكتر من كده لا ما ينفعش، خليك في اللي فوق بقى. احنا خدنا من اللي تحت اللي كفانا والحمد لله، يبقى نطلع للي فوق، ما نسيبش الورقه اللي تحت تبقى عرضه لان هي تبلي النبات ببياض وعناكب وأعفان جذور وأعفان أوراق وأعفان سقان وأعفان ثمار والمن والمشاكل دي كلتها أول بأول كده
أشيل اللي هو خلص إنتاج، أبدأ أشيله وما سيبش إلا الجزئيات اللي فيها الإنتاج الكويس ده. هو اللي له رأي تاني ما فيش أي مشكل خالص، أنا ما برغمش حد، أنا ما بقول إلا اللي بيمليه علي الضمير واللي أنا تعلمته وشفته يعني من خلال الخبرة في البيوت المحمية. ده ما يخصكش إلا ده، بس ده اللي يخصك، غير كده ما يخصكش في اي حاجة خالص. خلاص شكرا للتحية كده تحت، ما فيش اي حاجة خالص، خليناها اهو، خلينا اهو ماشي، خلينا ما عادش في اي حاجة خالص تحت، مش محتاجين تحت، محتاجين الحاجات اللوز اللي انت شايفها دي. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنسوش تصحوا بدري، صلوا الفجر بكرة، واللي ما عملش العملية دي ياريت يعملها بكرة. بكرة تقول لي الجمعة، الجمعة هو النبي كان بأجز يوم الجمعة؟ فيش أجازة يوم الجمعة على فكرة، يعني هي أجازة وقت الصلاة وبس، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بس. أما عايز تنام أنت، أنت حر، نام، بس الخير مش هينفع. السلام عليكم.